اسمي زكريا إبراهيم، عمري 16 سنة، لأنه بيدرسني تعلمني على القراية والكتابة. لا والله ما عندي لباس وما عندي، وأبوي أحد عيالي من هنا مشان نتعلم شوي. أطفال عندي 8 أطفال هون عايشين حوالي وين. السبب من قلة المادة، يعني بده دفتر، بده دفتر، بده بواط، بده لباس، بده، وما عندي إمكانية أعطيهم، مش هذا السبب. صار لي نازح شي 6-7 سنوات، يعني طلعنا من عقربة، كنا قبل قاعدين بالعمار وبالدور ورهافية، الظروف المعيشية هلأ صعبة جدا، صعبة جدا. وين كنا قبل بلادنا هيك نشوف الطين هذا، نشوف المعيشة الصعبة هاي، الخيم تخر علينا، الهواء كشم الخيم، والمي ندت على البراكيات، والواحد داح شلون صار الخيم، وحتى بالصيف تصير عنا الخيم نار، ما نفس المقعد. مثل كنت حاوي غنم انا قبل، كنت حاوي غنم قبل، اتمنى انه هلا كنا عايشين مع الغنم. بدك تحتاج خرجيه تبيع لك ناجي، تبيع لك، خلينا هناك تحاصرنا فتره وبعناها، طعميناها واكلنا، نحن نبيع وناكل ونطعميها ولما خلصت طلعنا خلينا كل شيء ورانا، ما جبنا شيء خالص، وطيران يضربنا والجوع ذبحنا، ما في اكل، ما في خالص، ذبحنا الجوع شهر ونص، 45 يوم بالاكل، اكل احيانا تعذب، شو بدك تاكل؟ شو بدك تشرب؟ بدي تدفى؟ بيش بدي اتقاوى؟ امنيتي بالحياه انه نرجع لايام قبل، ونتمنى مثل ما كنا قبل، ولا نشوف هالمناظر هاي اللي عندنا هاي اللي كنا عايشين برهافيه. اتمنى المدرسه مشان نتعلم على قرايه وكتابه، وتحب يعني عشان اخوتي يتعلموا زاد معي. This Dhul Hijjah, your mercy can help struggling families like Ibrahim's by providing Qurbani, a safe home, and an education for vulnerable children. Please help a family in need this Dhul Hijjah. Follow in the footsteps of the prophets. Visit www.humanappeal.org.uk or call 0161 225 0225.